نستعرض البلدان التي أعلنت تخفيف أو إلغاء إجراءات كانت تقيد الحياة العامة جزئيا أو كليا. السعودية سمحت اعتبارا من اليوم بالسفر الدولي للحاصلين على اللقاح أو المتعافين من الإصابة قبل أقل من 6 أشهر، مع منع المواطنين من التوجه ل13 دولة. كما فتحت المملكة المجال للمطعمين لحضور المباريات في الملاعب. ننتقل إلى تونس، حيث بدأت السلطات تخفيف الإجراءات المتبعة بما فيها تقليص مدة حظر التجول، وجاء هذا القرار رغم ارتفاع مستوى الإصابات في البلاد، بينما أعلنت دولة الإمارات عزمها استئناف الأنشطة السياحية في أبوظبي وفتح الأبواب أمام حركة السياح والزوار الدوليين اعتبارا من الأول من يوليو المقبل دون حجر صحي. أما الجزائر فوافقت حكومتها على فتح جزئي للحدود بعد عام ونيف من الإغلاق، وسمحت الحكومة للجزائريين وللأجانب بدخول البلاد بشروط صارمة. بعد حوالي 3 أسابيع من تطبيقه أنهت السلطات التركية حالة الإغلاق العام والتي فرضت بالبلاد بعد ارتفاعات مستوى الإصابات والوفيات بكورونا. الحال نفسه في بريطانيا التي بدأت تدريجيا إلغاء القيود الصحية وسمحت باستئناف عمل المطاعم وبالسفر الدولي وفق قيود معينة، فيما قدمت ألمانيا تسهيلات للحاصلين على اللقاح من بينها الإعفاء من الحجر الصحي وعدم الحاجة لتقديم نتيجة سلبية عند العودة للبلاد. أما البرتغال فقد أعلنت أن أبوابها أصبحت مشرعة بدءا من اليوم أمام السياح من غالبية الدول الأوروبية، وذلك في محاولة لإنعاش القطاع الحيوي في البلاد بعد فترة من الركود. يبدو أن ارتفاع مستوى التعافي من كورونا واتساع دائرة التطعيم ساعدا في دفع الحكومات لاتخاذ هذه الخطوات، فضلا عن الفوائد الاقتصادية لهذه الإجراءات. معنا من لندن الطبيب الجراح في المستشفى الملكي دكتور أحمد المشتت. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، أود رأيك الطبي على هذه الإجراءات التي اتخذت في بعض الدول للتخفيف من القيود التي فرضت لمواجهة تفشي فيروس كورونا بداية. مرحبا بكم. طبعا هذا التخفيف جاء بعد فترة عصيبة خلال الأشهر السابقة، خصوصا في أوروبا من شتاء قاسي أيضا، وهذا التخفيف في كل البلدان يأتي تبعا لمؤشرات مهمة أن الفيروس أصبح نسبيا تحت السيطرة بفضل نجاح عمليات التطعيم في معظم البلدان التي ذكرتها. في بريطانيا هناك تسابق رهيب لإعطاء اللقاحات، الآن 20 مليون شخص في بريطانيا أخذوا جرعتين، وأكثر من 36 مليون شخص أخذوا جرعة واحدة، رغم وجود تحذيرات حول السلالة الهندية، لكن تطويق هذه السلالة ممكن. وهناك أيضا مؤشرات ظهرت اليوم من جامعة أوكسفورد أن اللقاحات المتوفرة هي فعالة ضد هذه السلالة. يبقى مع فتح الإجراءات التدريجي يجب أن يكون هناك حذر أو بعض الحذر باتباع مسافات التباعد الاجتماعي أو لبس الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة. طيب، هذا بالنسبة لما يجري في بريطانيا، بس كيف نفسر مثلا في تونس هناك تخفيف لهذه القيود رغم أن الإصابات بفيروس كورونا لم تنخفض؟ ما المعيار هنا؟ المعيار طبعا كل دولة لها معايير خاصة، يعني ممكن تونس بعد إجراءات الحظر سيطرت نوعا ما ولو يعني لم يكن كليا على انتشار الفيروس. هناك طبعا معايير اقتصادية مهمة ومعايير اجتماعية ومراقبة التعليم عن بعد، كل هذه الأشياء يجب على الحكومة أن تأخذها بالحسبان لتخفيف إجراءات الغلق، ولكن تبقى في النهاية إجراءات الغلق وحدها هي غير كافية للسيطرة على الفيروس. عمليات التطعيم يجب أن تكون فعالة وقوية مثلما حدث في المملكة العربية السعودية التي شهدت تنظيم كبير، ومثلما شهدت الإمارات أي دولة الإمارات تنظيم كبير لعمليات التطعيم، مما يساعدها على فتح الإغلاق وهي في وضع تسيطر فيه على الفيروس. طيب،
رغم هذه الإجراءات التي اتخذتها البلدان التي ذكرناها، يبقى هناك نوع من القيود، مثلا السعودية تمنع السفر ل 13 دولة محددة. متى برأيك سيتغير هذا الوضع؟ وبالتالي إلى أي مدى تستطيع السلطات، يعني لنبسط الموضوع، السعودية تمنع السفر إلى الهند لكن دولة أخرى تسمح السفر إلى الهند، وبالتالي هذه الدولة التي تسمح بالسفر إلى الهند مسموح لها بالدخول إلى السعودية. ها هنا كيف يمكن تقييد، لنتحدث الآن عن ما يجري، السلالة الهندية؟ طبعا السفر هو السبب الرئيسي بانتشار السلالات، مثلما انتشرت سلالة بريطانيا لأكثر من 80 دولة في بداية هذا الشتاء، نفس الشيء يحصل مع السلالة الهندية. ولكن فتح السفر يجب أن يكون محدود جدا، يعني بريطانيا فتحت السفر منذ اليوم ولكنها لا تنصح مواطنيها بالسفر إلى البلدان التي تدخل ضمن القائمة الصفراء أو الحمراء، مسموح لهم بالذهاب إلى البلدان في القائمة الخضراء وهي بلدان معدودة لا تتعدى 10 دول، مثل ما يحدث في السعودية أيضا. وهذا العمل مهم جدا، لأن لو فتحنا السفر بالكامل وفجأة فنحن كنما لا نفعل شيء، لأن السلالة الهندية سلالة سريعة الانتشار، مثل ما ينتشر الحريق في الهشيم مثل ما يقولون. لو سمحنا لها بالانتشار، والخطورة أنها لو انتشرت، خصوصا أن ليس كل السكان مطعمين الآن، وهذا عامل مهم. فأنت في بلد معين هناك 60% مطعمين، وفي بلد آخر لا يوجد أقل من 10% مطعمين. طيب، وهذه الفروقات التي تحدد حركة السفر وتحدد الإجراءات في فتح القيود. دكتور أحمد، باختصار وبأقل من دقيقة، متى كما تتابع يعني التسلسل الزمني للقاحات والتطعيم وعمليات الحد من انتشار كورونا، متى سنتخلص نهائيا من كل هذا القيود؟ أعلم أن هذا سؤال لشانتال، كم مسافة التباعد الاجتماعي وكل ذلك، متى؟ عندما يتم تطعيم 60 إلى 70% من كل السكان في كل بلد. ثانيا، عندما تتوفر علاجات مهمة للكوفيد 19، وهناك علاجات ستظهر في نهاية هذا العام، وهذه العلاجات ستساعد الناس الذين يصابون وهم لم يأخذوا اللقاح أو اللقاح لم يكن فعالا بالنسبة لديهم. لهذا التطعيم ووجود العلاجات، هذين العاملين سيساعدون كثيرا في التخلص من الفيروس، ولكن الفيروس لن يختفي نهائيا. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من لندن، الطبيب الجراح في المستشفى الملكي دكتور أحمد المشتت.